السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مبروكه والصحه والسلامه. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله على الابواب. كنتمنى انكم تكونوا بالف صحه جيده ان شاء الله، انتم والعائله ديالكم وليداتكم وكل من كيتابع قناه الاستاذه نوال. اذا اليوم ان شاء الله باذن الله كيف كتشوفوا معنا الدرس اللي غادي نحطوا لكم، درس عصري يمكن لكم ديروه في التقليدي يمكن لكم ديروه في العصري. درس مطلوب، درس يعني هذا الموديل اللي غادي نحطوه دائما كيتجدد مع الموضه، دائما كنلقاوه في كل موسم، كنلقاوه في موسم الصيف كذلك كنلقاوه مطبق حتى في اللباس ديال الشتاء. اذا هذا الدرس جامع لنا درسين، درس لا مونش غاغلون مع كول باطو. مونش غاغلون كول باطو يمكن لي نديرو في لاشوميز، يمكن لي نديرو في كسوة رومية يعني طويلة، يمكن لي نديرو كذلك حتى في مونطو يمكن لي ندير مونش غاغلون، يمكن لي المونش غاغلون مع كول باطو بالخيط المطاطي يعني بلاستيك، يمكن لي كذلك نستعملو حتى في البيجامات ديال الدار في لي غوب سواري، يعني كياخد شكل تقليدي وكذلك شكل عصري. اذا الان غادي تتابعوا معنا القاعده باش تاخذوا معلومات ديال الباترون بطريقه مدققه. اذا البنات، اول حاجه دائما كيف كنقول لكم بان كاين بعض الموديلات اللي لابد لنا من الباترون، لابد من الباترون. كذلك هذا الموديل هذا يمكن لي ديريه في الباترون، ولكن ان شاء الله ملي كتمكني من نفسك يمكن لك ديري فوق الثوب. اذا اول حاجه غادي ناخذه وهو الثوب على اثنان، اذا كان مسدود من هنا غادي ناخذ الثوب مثني على اثنان على اثنان، بمعنى الثوب مثني على اربعه. هنا العلامه ديالنا ديال دار القفطان انه مثني ثنيه على جوج المرات، بمعنى هنا مسدود. علاش مسدود؟ باش كيف غنقولوا حنا غادي نديروه على هذا الشكل اللي حطينا لكم الشكل العصري كيف كتشوفوا. اذا الشكل غنديروه حنا شوميز، كان مونطو كان قفطان مفتوح يعني راه غادي ديري الظهر مسدود والامام مفتوح. اذا حنا اليوم غنديروه على شكل شوميز. اذا اول حاجه قلنا الكمام الثوب متني على اربعه، عفوا. اذا هنا من هنا لهنا شنو غادي ناخذو؟ غادي ناخذو عبار الصدر، عبار الصدر حنا هذا بلاصه الكتاف، ولكن ما غناخذوهاش كتاف، غناخذوها عرض الصدر ديالنا. عرض الصدر ديالنا هو اللي غادي نحطوه في بلاصه الكتاف، مفهوم؟ اذا حنا غادي نعرفوا علاش وغادي نشوفوا علاش. ثاني حاجه الاخوات، هذا الموديل يمكن لي نديرو عريض، يمكن لي نديرو واخد لي ميزور ديالي يعني الصدر ديالي الحزام ديالي ونازل فين بغيت، مفهوم؟ يعني يمكن لي ناخدو الطريقه اللي بغيت. حنا اللي مهم عندنا في هذا الموديل هذا هو طريقه ديال كول باطو مع مونش غاغلون، مع مونش غاغلون. اذا هنا انا عندي في لي ميزور غادي ناخد عندي 31، اذا غادي ناخد من هنا لهنا 31 زائد 1 سنتيم هي 32، بمعنى هنا غادي ناخد عبار ربوع الصدر، مابقاش هنا الكتاف، غادي ناخدوه عبار ربوع الصدر، بلاصة الكتاف غادي ناخدوها عبار ربوع الصدر زائد طبعا واحد ديال الخياطة. إذا هنا غادي نهبطو بالتركيز ديالنا وغادي ناخدو الصدر ديالنا، غادي ناخدو الحزام وناخدو الحوض بالطريقة باش بغيت، بغيتهم كيف كنقول بغيتهم أعراض غادي ناخدو الأعراض، بغيتهم ايفاز يعني واخدين لي لافورم ناخدو واخدين لافورم، بغيتهم دغوات غادي ناخد دغوات، لكن الاختيار. إذا هنا ها هو الصدر مع الحزام ديالي مع الحوض ديالي، واضح؟ هنا كيف كنشوفو هذا هو الكتاف ديالي وهذا هو الصدر ديالي، يعني جاو بنفس المقاس. الصدر قدو قد الكتاف ديالي، يعني هنا راه واضح، هنا يعني قدام جهة الهبطة، يمكن لي نهبط بتسعود، يمكن لي نهبط بعشرة، يمكن لي نهبط حتى بحداش. حنا القاعدة ديالنا كنقولو غنهبطو بتسعود،
يعني من هنا لهنا غنهبطوا 9. واضح؟ هنا ملي كنفصل وكنحط الباترون ديالي اولا كندير لي سياج، كيبان ليا واش نزيد نهبط الكول ولا نعاود نخليه في بلاصتو. ولكن حنا يعني الانسان راه ملي كيفصل المره الاولى دائما كيشوف. حنا دابا دائما سعود عندنا راه شويه طالعه، سعود اللي كنديرو في القمايص هي اللي غتعطيني هذيك الهبطه اللي كتكون هنا، يعني غيعطيني ديك البلاصه اللي ما بغاتوش يكون هابط. يمكن لي ندير 8، يمكن لي ندير حتى 7، لما لا؟ اللي ما بغاتش هذه الدوره هذه تكون نازله، يعني بغيتها تكون طالعه يمكن لي ندير 7. اذا حنا القاعده كنقولوا سعود، سعود هي القاعده كيف عندنا في القميص. اذا غادي ناخذ هاد 9 وغادي نصيلها مع عبار الكتاف، لكن بعد ما ناخذ دائما باش ما نديروش لا بوينت هنا منين نحل الثوب باش ما يجينيش القنس. شوفوا معايا انا كنزيد نوضح، هنا ضروري من زاويه قائمه، ضروري من زاويه قائمه، لان انتبهوا البنات الا كانت زاويه قائمه وعاد غنصيل ملي كنحل الثوب كيعطيني هاك، الا ما كانتش زاويه قائمه ودات بحال هكا غيعطيني هاك وغيعطيني هنا هاد لا بوينت، مفهوم؟ اذا ضروري من زاويه قائمه. من بعد غادي نصيل ما بين عبار الكتاف وما بين هاد الزاويه القائمه ديالي، واضح؟ يعني عفوا يعني انا صلته بالبيستولي ماشي بالبيروكي باش ما يجينيش محفر بزاف، درته بالبيستولي. الان غادي نصيل ما بين هنا وهنا، غادي نصيل ما بين هنا وهنا، لكن من بعد ما غادي ننزل من هذه المسافه هذه لهنا غادي ننزل تقريبا بخمسة سنتيم، خمسة سنتيم، واضح؟ خمسة سنتيم، يمكن لي ندير 6، يمكن لي ندير حتى 7، لكن أنا كنعطيكم القاعدة، يعني لاباز باش تكون قاعدة. من بعد كيبقى عندك انت الاختيار، إن شاء الله ملي كنفصل الأولى كيبان ليا في الثانية أشنو نزيد، يعني أنا فصلت لأشنو نزيد الأولى، واضح؟ ملي غنبغي نفصل مرة أخرى للمرة الثانية غنقول بأن المرة اللي فاتت درت 5 خصني نزيد شوية 2، وغادي تعرفوا هاد 5 إن شاء الله أشنو غادي تعطينا. إذا الآن غادي نصيل ما بين هاد النقطة ديال 5 وما بين الصدر ديالي، انتبهوا، واضح؟ فوالا. إذا ولا لهذا هو التركيز، عطاني هذا هو التركيز. اذا هذا التركيز هذا غادي ناخذ النصف ديالو وغادي ندخل هنا بواحد 0.5 حتى لواحد سنتيم، ولكن نحاولوا حنا نديرو 0.5 حتى لواحد سنتيم، ها هو نحاولوا نخليو دائما مايل غير شويه. شوفوا شنو غادي ندير، غادي نجيبو داير، واضح؟ فوالا مع هاد 0.5 وغادي نجيبو الاتجاه الاخر بهذه الطريقه ونجيبو داير، مفهوم؟ اذا شفتوا ها هو مايل شويه، يعني 0.5 0.6 7 8 حتى لواحد سنتيم. هذه الطريقه هذه يمكن لك ديريها يمكن لك ما ديريهاش. امتى نديرها؟ نديرها الا كنت غادي نفصل هذا الموديل هذا بطريقه عصريه، لكن الا كنت غادي نديرو في البيجامه ديال الدار اولا شوميز دو نوي اولا شيء من هذا القبيل، نخليه غير لين دغواز، نخليه غير خط مستقيم. اذا الان حنا كملنا الامام ديالنا، هذا هو الامام والخلف ديالنا الا كان يعني مسدود من القدام، هذا الامام والخلف. هنا تبقى عندك الاختيار، بغيت نديرو ايفازي غنديرو ايفازي، بغيت نديرو كلوش غنديرو كلوش نزيد في العرض، بغيت نديرو دغوات غنجيبو هكا نيشان دغوات، عندك الاختيار. حنا عطيناك لاباز وانتي لك الاختيار. اذا الان غادي نفصل الكمام لي مونش ديال هاد الدغو. اذا انتبهوا معايا البنات، انتبهوا معايا. اذا البنات هنا الكماله ديال الثوب فين بقى لينا، يعني لو ريست ديال الثوب اللي بقى لينا، ودائما هذه هي الجهه المتنيه، هي هذه الجهه المتنيه. اذا البنات غادي نجي لهاد البلاصه هذه اللي هنا شفتوها من هنا لهنا،
من هنا لهنا شحال نزلت هنا؟ نزلت بخمسة. اذا هنا غادي ناخذ هذيك العدد اللي نزلت في ثلاثة، واضح؟ بمعنى الا نزلت هنا بخمسة غادي ناخذ من هنا لهنا 15. الا كنت خديت هنا 6 غادي ناخذ من هنا لهنا 18. الا كنت خديت هنا 7 غادي ناخذ من هنا لهنا 21. بمعنى هذه المسافه اللي نزلت بها من هنا لهنا غادي نحطها هنا مضروبه في 3، مضروبه في 3. بمعنى عندي 5 هنا و5 هنا و5 هنا، واضح؟ اذا غادي ننزل هنا، غنجي هنا من هنا لهنا وغادي ننزل ما بين 1 سنتيم حتى 2 سنتيم، ما بين 1 حتى ما بين 1 حتى 2 سنتيم. وغادي نصيل بالبيستولي، غادي نصيل بالبيستولي، ودائما دائما الزاويه قائمه. انا غادي نخليكم بالمثلث باش تبقاو عارفين، دائما الزاويه قائمه هنا باش ما تعطينيش لا بوينت البنات. حنا هاد النقط هادو، هاد النقط يعني هاد الزاويه قائمه، وهاد 0.5 وبزاف الحوايج كنعطيوهم لكم، يعني هادو هما اللي كيخليوكم محترفات. ماشي غادي نحط الثوب وغادي نبدا نفصل لكم وغنقول لكم خذوا هاد العبار خذوا هذه، يعني حنا كنعطيوكم دي بوين اللي تخليكم انكم تكونوا محترفات ان شاء الله باذن الله. راه كاين مسائل بسيطه ودير لك خطا كبير، حنا كنحاولوا اننا نتفاداوها. اذا زاويه قائمه مع هذه النقطه ديال 15، واضح؟ هو هذا. للتذكير البنات ان هذه المسافه من هنا لهنا هي ربع الصدر. هذه المسافه بمعنى من هنا لهنا خدينا ربع الصدر، بمعنى هذيك 31 اللي خدينا في الاول هي اللي خديناها هنا باش غادي نخليو هذا الاطار مقاد باش ناخذوا التركيز ديالنا مع الكوماند ديالنا. اذا راح خدينا من هنا لهنا هذا العرض، هذا العرض اللي مشينا ليه هو اللي خديناه هنا، بمعنى ربع الصدر هو المسافه اللي عندنا من هنا لهنا. اذا غادي دابا حنا خصنا نفصلوا لي مونش ديالنا، اذا لي مونش ديالنا غادي نقطعوا، هذا هو الاول، غادي نشدوا هذه المسافه من هنا لهنا، هذه المسافه اللي من هنا لهنا. ولاحظوا معايا البنات انا فصلت لكم باش واضح، هذا هو الامام، واضح؟ اذا غادي ناخذ هذا الامام هذا اللي انا قطعته اللي هو هذا، وغادي نجيبو هنا. شوفوا معايا غادي نحاول انني نحط هذا القنت هذا هنا، وغادي نحاول ان هذه المسافه هذه نقلب على فين ما جاتني في هذا الخط، فين ما جاتني في هذا الخط. هانتوما هانتوما شفتوها، هاي جاتني هنا غنحطها هنا، جاتني هنا غنحطها هنا. المهم خاصها تجيني في العبار ديال ربوع الصدر. نعاود لكم البنات، اذا هذا هو الدوفون ديالنا. الثوب ملي تنيتو غادي نطراسي من هنا لهنا ربوع الصدر اللي خدمنا به في الاول، اللي خدمنا به في الاول غناخذ العبار ديالو من هنا لهنا. ملي خديتو خديت المسافه اللي نزلت ضروبه في 3 هي اللي حطيت هنا، نزلت هنا ما بين 1 حتى 2 سنتيم، عندك الاختيار. اذا باش غنطراسي التركيز ديالي ونعاود نطراسي هنا لازم انني نقطع الامام. قطعت الامام خاصني نحطو بهذه الطريقه من هنا اولا من هنا اللي بغيتو، هنا في الخياطه راه كيتحط هكا، يعني هكا كيتخيل. خاصني نقلب على هذا التركيز العبار ديالو، خاصني نقلب عليه في هذا الخط، فين ما تحط ليا تما خاصني نطراسي. انتبهوا البنات، نحط القنت على القنت، يعني الكول مع الكول، وكنقلب عليها. اذا هي هذه شفتوها، هاي حطيتها تما، غادي نطراسي خط مستقيم، واضح؟ خط مستقيم. ولو اننا هنا دخلنا في 0.5 او 0.7 ودرناه شويه مايل، هنا نخلي هذا خط مستقيم. هذاك هو السر اللي عندنا باش كيطيح لينا واحد لا مونش اغلو امبيكاب، يعني هنا واحد مايل واحد شويه مع واحد دروات. اذا البنات نصح هذه باش ما اذا البنات خدينا هنا التركيز ديالنا اللي راه هو هذا. الان بقى لي من هنا لهنا الطول ديالكم، ديالي
الطول ديال الكم ديالي، غادي ناخذ راس الكم ديالي اللي هو هذا راس الكم. عندي الاختيار، بغيت ندير المونش طوالي نديرهم طوال، بغيت نديرهم تروا كار، بغيت ندير دومي مونش، لكمنا الاختيار. اذا هنا عندكم اختيار في راسكم، غادي ناخذ راسكم كيف الطريقه اللي بغيت، وغادي نجيبو نسيلو من هنا لهنا. اذا انا بغيت نديرو بلاستيك يعني بالخيط المطاطي، غادي ندير ليه هكا وغادي نميلو بهذا الشكل، وهاني عندي المونش ديالي. هذا هو المود ديالنا. لاحظوا معايا هاد التركيز كيلصق مع هاد التركيز، وهاد الكول كيعطيني التكمله ديال هاد الكول. انا غادي نحط لكم الباترون باش تفهموا اكثر. اذا شوفوا معايا هذا هو الباترون ديالي، واضح هنا. هذا هو المونش ديالنا، شوفوا المونش البنات، ها هو فين غادي يجيني، واضح. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. لاحظوا لاحظوا البنات، لاحظوا ان هذه الزاويه قائمه، ها هي غاده وعطاتني التكمله مع هذا الكول ديالي حتى الزاويه قائمه اخرى، واضح. اذا هنا تبان لكم بان هنا فين غندير التكميش ديالي، بمعنى الخياطه ديال هاد المونش ديالنا هي اللي غادي تكمل لكم التكمله ديال الموديل ديالنا. كيبقى عندكم الاختيار في راسكم، الا كنت بغيت نمري ما بين هنا وهنا، هنا غندير الخيط المطاطي وهنا غندير الخيط المطاطي. ودائما راه الطريقه سهله، يمكن ليا نتني واحد هنا واحد سنتيم، ونخلي واحد البلاصه ملي نخرج يمكن لي ندير ستير فيه شويشيات ويكونوا نازلين، يمكن لي ندير الخيط المطاطي ويتجمع ليا. اذا هاد الطريقه هذه باش تزيدوا تكملوا المعلومات ديالكم، وباش تزيد الفائده اكثر، يمكن لكم تتابعونا ان شاء الله في الحلقه اولا في الدرس المقبل ان شاء الله، باش نخدموها على الثوب وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحطوها على الثوب، وكيفاش كذلك غادي نخدموه في لاماشين مباشره. اذا تابعونا في الدرس المقبل طريقه الفصاله ديال كمام غاكله مع كل باطو على الثوب ان شاء الله باذن الله. تحيه لكم الاخوات، وشكرا لتتبعكم.